السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. لن تصدق خروج ثعبان من قبر هذا الشاب، فما السبب؟ ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب تشجيعا لنا ولنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. شاب يموت ويخرج له ثعبان أمام المصلين. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رجلا زعموا أنه من إحدى القرى العربية، وهي عبارة عن ثعبان يلتف على جسم أحد المتوفين بعد موته وأثناء جنازته، وكان الترتيب كالتالي: الرجل توفي في ظروف غامضة وبسرعة جدا رغم أنه كان يمتلك صحة جيدة. الرجل رفض أغلب أهل المدينة الصلاة عليه، ولم يصل لتشييع الجثمان إلا القليل من أقاربه، وقد تركوا الجثة بالجوار في أحد الاستراحات في انتظار وصول المزيد من المشيعين. ثم ظهر لهم ثعبان لا أحد يعلم من أين أتى، وكان المنظر مخيف جدا حيث أنه تخطاهم جميعا وذهب إلى الجثة ملتفا حول الرأس. وبعد فترة تجرأ الفتية عن محاولة إبعاد الثعبان، ولكن باءت كل المحاولات للفشل. ثم قضى الثعبان ما أتى من أجله واختفى من حيث جاء. وبعد الكشف عن رأس الرجل الذي كان صاحب جسد شديد البياض، وجدوه أسود الوجه مثل الفحم، وكان الرجل لم يدخل مسجدا للصلاة في حياته، وكان من أهل السب واللعن، وقد برر أهله الذين صارعوا بدفنه دون انتظار لبقية الأقارب بأن السبب هو انعدام صلاته وتناوله للخمور وأذيته الدائمة للناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.